إن الثقة بالله جماع الخير كله، وهو معنى جامع للتوكل على الله وحسن الظن بالله والرضا بأقداره وقضائه وأحكامه وأوامره. فمن استطاع أن يربط قلبه واثقا بربه ومولاه أن الله لن يضيعه، من استطاع أن يفعل ذلك فوالله إنه قد حاز نجاة الدنيا والآخرة. اسمع إلى الثقة بالله. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا في كل صبح ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الخلق من تراب، بسم الله الذي يجري المقادير، بسم الله الذي على كل شيء قدير، بسم الله الآمر الناهي، بسم الله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة وهز بالموت عروش الأكاسرة، بسم الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة، بسم الله الذي لا يعزب عن علمه ورحمته وفضله شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال العلماء: والله والله لو أمر الله الشمس أن تسقط على الأرض فتفتتها وقال المسلم هذا الذكر واثقا بالله فوالله لن يضره شيء. ثقة بالله. إبراهيم عليه السلام يأمر به النمرود ويؤتى بالخليل إبراهيم فيطرح في النار، فيوحي الله إلى إبراهيم ألا يقول إلا حروفا وكلمات، فيقول عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يأتي الناس يجتمعون ينظرون إلى ذاك النبي الذي سفه آلهتنا ودمر أصنامنا وهذه التي كنا لها عاكفين فيما يزعمون، فيأتي الناس يجتمعون وينظرون وقد وثق إبراهيم الخليل إلى الخشبة وقيد بالقيود والأغلال وأضرمت نار، يقول من كتب في السير والتاريخ: كانت النار إذا أصابت، كانت النار من شدة حرها تسقط الطير التي تطير من فوقها، نار نار تأكل الأخضر واليابس. قيد إبراهيم في الشجرة وجمع الحطب وجعل في وسطها، أوحى الله إلى خليله أن يقول: حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فما أن نطق الخليل إلا جاء الأمر من الجليل وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما، فخرج من النار يمشي على الجمر والحطب برجليه ولم يصبه منها شيء قط. نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، يخرج بأبي وأمه ومعه أبو بكر يترقب يمينا وشمالا ومن بين يديه ومن ورائه في سبيل الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير في الهجرة وأبو بكر خائف يترقب، تارة يمشي بين يدي النبي فيخشى من استقبال عدو يستقبله، وتارة يمشي من ورائه فيخشى من عدو يدركه، وتارة عن يمينه وتارة عن شماله، وأبو بكر خائف. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته ليلة ما في أحد، لا جيوش ولا دبابات ولا دول ولا ملوك ولا نفط ولا قنابل ولا رشاشات، ما يوجد أحد يعتمد عليه رسول الله إلا أن يعتمد على ثقته بالله. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الغار، يدخل الغار تعبا يريد راحته، يأتي القوم في الأثر وقد ملأوا أيديهم دما ولن يرجعوا إلا برأس محمد خابوا وخسروا، صلى عليه ربي ومولاي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الغار
وكأني بالخبر، وكأن النبي لا يشكو شيئا ولا يجد هما ولا يقلق شيئا، وأبو بكر يتقلب ويتقلى في الهم والخوف. فلما رأى أبو بكر نبينا صلى عليه الله لا يشكي شيئا، وأبو بكر يكاد أن يسقط من خوفه وقلقه على رسول الله، نظر أبو بكر إلى رسول الله والقوم على باب الغار. أبو بكر يرى أقدامهم، أبو بكر يرى أقدامهم، يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى أسفل قدميه لرآنا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات حفظها الله لنا وملؤها الثقة بالله، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هنا أبو بكر سكنت نفسه وما زال فيه خوف: يا رسول الله، إني أخشى أن يدركنا القوم. يا أبا بكر، يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. ثقة مطلقة، ثقة مطلقة.